المطلوب منا الآن أن نقوم بتحليل 20 يو تربيع في ناقص 10 يو في تربيع إلى عواملها. عندما نعطى متعدد الحدود كهذا، فالتركيب الجبري الذي يمتلك حدان هكذا يعني أن نقسمهما إلى حاصل حد أو أكثر، لذا دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نفعل ذلك. الطريقة الأبسط التي يمكن اتباعها هي أن نقول هل هناك عامل مشترك؟ دعونا بشكل خاص نجد العامل المشترك الأكبر لكل من هذه الحدود ثم نقسمها، أو يمكننا أيضا ألا نوزعها، وسوف أوضح لكم ما أتحدث عنه بسرعة. ستكونوا قادرين على القيام بذلك ذهنيا، لكننا سنقوم به الآن خطوة بخطوة. ما هي عوامل 20 يو تربيع في الأساسية؟ إذا حللناها إلى عواملها الأساسية ستكون 20 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 5، حيث أن 2 ضرب 10 تساوي 20، ويو تربيع عبارة عن يو ضرب يو، ثم إن في عبارة عن في واحدة. إذن لقد كتبناها 20 يو تربيع في كحاصل مكوناته الصغرى، إنها المكونات الأساسية أي الأعداد الأساسية بالإضافة إلى يو وفي. الآن دعونا نفعل الشيء نفسه لعشرة يو في تربيع. إذن نضع هذه الإشارة السالبة هنا لكي لا نغير من التركيب الجبري. العشرة عبارة عن 2 ضرب 5، ثم لدينا يو واحدة، ثم في ضرب في، الآن ما هو العامل المشترك الأكبر لهذان الحدان هنا؟ دعونا نرى، كلاهما يحتويان على 2 واحدة، ربما سأحيط هذا، كلاهما تحتويان على 5، هذه 5 وهذه 5، وكلاهما تحتويان على يو واحدة، يو هنا ويو هنا، هذه تحتوي على 2، لكن هذه تحتوي على 1، وكلاهما تمتلكان في واحدة على الأقل. إذن العامل المشترك الأكبر هو 2 ضرب 5 ضرب يو ضرب في. إذن يمكنني أن أكتب هذا التركيب الجبري، يمكنني ألا أوزع 2 ضرب 5 ضرب يو ضرب في. إذا كتبنا 2 ضرب 5 ضرب يو ضرب في سيكون هذا التركيب الجبري يساوي هذا ضرب ماذا؟ حسنا، إذا قمتم بتحليل 2 ضرب 5 ضرب يو ضرب في إلى عوامله، فإن جميع ما سيتبقى في الحد الأول هو 2 يو، 2 ضرب يو، وفي الحد الثاني كل ما سيتبقى هو في، فجميع هذا سيخرج كعامل مشترك وكل ما سيتبقى هو في. أتمنى أنكم ترون ذلك. إذا ضربنا 2 ضرب 5 ضرب يو ضرب في ضرب 2 يو فسوف أحصل على هذه العبارة هنا. إذا أردت أن أوزعها فسوف أحصل على هذه العبارة الأولى. وإذا ضربت 2 ضرب 5 ضرب يو ضرب في ضرب في فسوف أحصل على هذه العبارة الثانية. إذن هذا التركيب الجبري، وذلك التركيب الجبري متكافئين، لقد حللناه إلى عوامله، هو الآن يمكننا أن نبسطه قليلا. تعاد كتابته كعشرة يو في، ثم داخل الأقواس لدينا 2 يو ناقص في، وانتهينا. لقد قمنا بتحليل التركيب الجبري إلى عوامله، الآن ليس عليك أن تحوله إلى هذه المرحلة، لكن هذه هي الطريقة الأفضل لتفكروا بها. وأخيرا سوف تقولون انظر، إن العدد الأكبر الذي يقبل القسمة على كلاهما هو العشرة، لأنه يمكنك أن ترى أن 20 يقبل القسمة على 10 و10 يقبل القسمة على 10.
لذا دعوني أحلل 10 UV إلى عوامله، ثم إذا قسمت هذا على 10 UV فسوف يتبقى 2 U، وإذا قسمت هذا على 10 UV فسوف يتبقى لدي V. تلك طريقة أخرى لتفكروا بها، دعوني أفعل ذلك الآن. إذا بإمكاننا أن نقول أن هذا نفس الشيء. الطريقة أخرى لتقريبها، إن العدد الأكبر الذي يقبل القسمة عليها هو 10 UV، وسوف يكون مضروبا ب عشرين يو تربيع في مقسومة على 10 يو في ناقص 10 يو في تربيع مقسومة على 10 يو في. هذا التركيب الجبري وهذا متعادلان. إذا أردت أن أوزع 10 UV فسوف يحذف مع كل من هذه الموجودة في المقام، كلاهما متعادلان، لكن ما يمكننا فعله هو أن نبسط. يمكننا أن نقول أن 20 تقسيم 10 تساوي 2، U تربيع تقسيم U تساوي U، V تقسيم V تساوي 1، 10 تقسيم 10 تساوي 1، U تربيع تقسيم U تساوي U، V تربيع تقسيم V تساوي V. إذن يتبقى لدينا 10 UV مضروبة في 2 U ناقص V. بأي طريقة تستخدمها سوف تحصل على نفس الإجابة.